بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. هذا الحديث يرشدنا إلى أمرين. الأول، هناك فرق بين القيمة الذاتية والقيمة الموضوعية. قد يظن الإنسان أن قيمته بنسبه، قد يظن الإنسان أن قيمته بشكله، قد يظن الإنسان أن قيمته بمنصبه، بموقعه الاجتماعي. كل هذه القيم قيم ذاتية، قيم وهمية، قيم زائفة. القيمة الحقيقية هي القيمة الموضوعية، والقيمة الموضوعية هي القيمة التي ترتكز على الإنجاز، على الإبداع. قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمتك في إبداعك، في إنجازك. ماذا قدمت من إنجاز لمجتمعك؟ ماذا قدمت من إبداع لمجتمعك؟ ماذا قدمت من عطاء لأهلك؟ قيمتك في إنجازك، قيمتك في عطائك، قيمتك في إبداعك. قيمة كل امرئ ما يحسنه. قد يقول قائل: كيف أحسن؟ كيف أبدع؟ كيف أنجز؟ كل إنسان له موهبة. هناك إنسان له موهبة في الفن، هناك إنسان له موهبة في الرياضة، هناك إنسان له موهبة في الخطابة، هناك إنسان له موهبة في الفيزياء. حاول أن تكتشف موهبتك، ثم تبدع إنجازاً ينطلق من موهبتك. حاول أن تبزغ من خلال موهبتك، حاول أن تكتشف ما هي المواهب التي منحك الله إياها، ما هي الملكات التي أبدعها الله في شخصيتك. إذا اكتشفت موهبتك فانطلق من موهبتك للإنجاز، انطلق من موهبتك للعطاء. الإنجاز الذي ينطلق من الموهبة يكون أكثر إبداعاً، أكثر تألقاً، لأنه ينطلق برغبة ومحبة وإتقان ودقة. فأنت تستطيع أن تنجز، وتستطيع أن تعطي، وتستطيع أن تبدع. والأمر الثاني، هذه المقولة العلوية ترشدنا إلى الطموح. حاول أن يكون لك طموح. القرآن الكريم يقول في آية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولكنه يقول في آية أخرى: ليس المطلوب مجرد العمل، المطلوب أن تتقن العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المطلوب أن تنتج الأحسن، لا أن تنتج العمل فقط. وهذا يعني أن المنطق العلوي، قيمة كل امرئ ما يحسنه، هو المنطق القرآني: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكلا المنطقين يركز على الطموح. ليكن عندك طموح، لا تقنع بالعمل البسيط، لا تقنع بالإنجاز المتواضع، لا تقنع بالإبداع الضئيل. حاول أن يكون طموحك أعلى وأسمى. كلما أبدعت ابحث عن إبداع أكبر، كلما أنجزت ابحث عن إنجاز أعظم. حاول أن يكون إنجازك أعظم إنجاز في مجالك، في موهبتك، في خطك الذي رسمته لنفسك. الإنجاز الأعظم والأحسن هو قيمتك، لأنه يكشف عن موهبتك، يكشف عن تخطيطك، يكشف عن قدرتك العقلية. كلما كان إنجازك أعظم
كشف عن أن شخصيتك شخصية عبقرية تحمل تخطيطاً وعقلية إدارية نادرة، وتحمل موهبة وتقنية فنية عظيمة وفريدة. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، إذن قيمة كل امرئ ما يحسنه. لذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في حكمة أخرى: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، ليس عبر شكله، ليس عبر مظهره، بل عبر عطائه وإنجازه وإبداعه. وفقنا الله وإياكم للإبداع والعطاء والإنجاز، أن نكون من العاملين، والحمد لله رب العالمين.